السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. يلا بعد ما انتهينا من شرح دروس الوحدة الثالثة نجمع تمارين الوحدة الثالثة كلها في كتاب المعاصر من اول تمرين لغاية اخر الوحدة. بس قبل ما نبتدي يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان يجيله تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله، واللي مش متابعنا من الاول يدخل على قوائم التشغيل هيلاقي الخامس 2023 في كل ما يخص الصف الخامس الابتدائي منهج كونكت 5 الجديد. تعالوا يلا نبتدي بتمرينات الدرس الاول. تعالوا نشوف حبايبي يلا التمرين الاولاني شكل ما معودنا بيدهولي بناء على حفظي للكلمات. عندنا سوت كيس قلنا دي معناها حقيبة سفر. عندنا بيجاماز، بيجاماز دي البيجامة. شوز يعني حذاء. كوت يعني معطف او بلطو. هاند يعني يد. تعالوا لنا نشوف اول جملة بيقولي at bedtime. bedtime حبايبي اللي هو وقت النوم، يعني في وقت النوم حبايبي. طيب I put on، كلمة put on معناها يرتدي، فبقول بتساوي كلمة wear بالضبط، فبقول at bedtime I put on my لما اجي انام بلبس ايه؟ برافو عليك، وبلبس بيجامز. بيجامز حبايبي اللي هي البيجامة. Number two, بقولي she puts on her hat and gloves and winter. طبعا هنا قال لي في الشتاء، بلبس ادي القبعة وادي الجلوفز اللي هو حبيبي الجوانتي، تاني جلوفز اللي هو الجوانتي، يبقى بقولي برتدي الايه والقبعة والجوانتي في الشتاء. طالما في الشتاء اكيد بحلبس كوت، كوت حبيبي بمعنى معطف او بلطو. Number three, بقولي he packed a small for the weekend. he packed، نعم حبيبي كلمة packed معناها يرتب او يحزم او يعبي شنط، فبقول he packed a small for the weekend، اكيد هيعبي شنطة سفر، فاكيد هقول suitcase. suitcase small suitcase يعني حقيبة سفر صغيرة. number four بقول I wear black on my feet. خلي بالك on my feet يعني في رجلية، اكيد هلبس ايه في رجلية؟ برافو عليكو، يبقى black shoes، وشوز حبايبي معناها حذاء. تعالوا يلا نكمل محادثتنا بالكلمات اللي هو مديها لي فوق. كلمة remember يعني يتذكر. عندنا كلمة need يعني يحتاج. عندنا كلمة exciting يعني مثير او رائع. bring معناها يحضر. remember برضو معناها يتذكر. بقول we need to pack our suitcases for our holiday tomorrow. طبعا اكيد احنا محتاجين، يبقى اكيد هقول we need. So we need to pack our suitcases for our holiday tomorrow. فعلي قال okay I need to pack my swimming shorts because our friends have a lovely pool. Don't they? Yes and your sunglasses. It will be very sunny. طبعا هنا هقول له وافتكر. طب افتكر دي بقى يا مستر هقول remembers ولا remember؟ هنا انا بوجه له تعليمات، وطالما بوجه تعليمات يعني لازم اجيب فعل في المصدر، فهقول له and remember. remember حبايبي بمعنى تذكر، اوعى تحط لها اس. and remember your sunglasses it will be very sunny. well I need to aim my جلابيه. هو انا مضطر احضر الجلابيه بتاعتي؟ يبقى حبايبي كلمه bring. قال لي no you won't. that's يبقى that's exciting، دي حاجه مثيرة. That's exciting. تعال نشوف يلا حبايبي التدريبات اللي على الدرس الاول، ودي موجودة في صفحة 125. عندنا كلمة swim يعني يسبح. عندنا course، عندنا swimming اللي هي السباحة نفسها. عندنا exciting يعني مثير او رائع، وعندنا pack يعني يحزم او يعبي. مام بتقول الآية آية we need to pack our suitcases for our holiday، اكيد عايزين نعبي الشنط او نحزم الشنط، يبقى pack. برافو عليكم. It's so I will pack all my clothes. اكيد هتقول it's so exciting يعني هذا مثير. تاني it's so exciting يعني هذا مثير. Yes and remember your sunglasses. وافتكر كمان النظارة الشمسية. Will we go قلت لكم حبايبي go بيجي وراها الرياضة اللي فيها ing. اوعى تنسى، فهقول will we go swimming. اوعى تقول swim حبايبي، يبقى will we go swimming. yes of هقول yes of course. yes of course يعني نعم بالطبع. yes of course يعني نعم بالطبع. طب تعال نشوف يلا السؤال الثاني. السؤال الثاني برضو جايب لي كلمات والمفروض ان انا بختار منها.
and then a purple take suitcase t-shirt and bag. purple حبايبي بمعنى أرجواني أو بنفسجي. طيب عندنا كلمة take بمعنى يأخذ. عندنا كلمة suitcase بمعنى حقيبة السفر. عندنا t-shirt بمعنى فانيلا. عندنا كلمة back يعني ظهر أو خلف. I am نهى بتقول I am نهى. I'll back my A for our holiday. أكيد حاب إيه ححزم إيه. برافو عليكو. الشنطة خلاص يبقى suitcase. طيب I'm excited يعني أنا متحمسة جدا. I need to back my green A. أنا محتاج أعبي إيه الأخضر. مين في دول اللي أنا ممكن أوصفه إنه أخضر؟ أه برافو عليكو. T-shirt يعني T-shirt الأخضر بتاعي. طيب I won't need a coat يعني أنا مش محتاجة معطف. But I should aim my sunglasses. حبايبي كلمة should دي معناها يجب ودي لازم يجي وراها فعل. حبايبي لازم يجي وراها فعل. فين الفعل هنا؟ هتقول له I should take. برافو عليك. و take دي معناها أخذ. my sunglasses. I'll pack my A sweater. it's cool at night. يا ترى أنا هعبي السويتر اللي لونه إيه؟ هتقول له purple. و purple حبايبي معناها بنفسجي. طبعا حبايبي كلمة باك دي جايبها لي عشان يلخبطني لأن باك بمعنى دي بمعنى ظهر أو خلف لكن كلمة يعبي اسمها باك. طبعا لازم اتك على البي عشان تبقى باك اللي معناه حزم الأمتعة. تعالوا نشوف حبايبي سؤال الترتيب بتاعنا. عندنا is و her و visit و she و going to و uncle. طبعا أكيد أنا عايز أقول إن هي سوف تزور عمها. بحدق بشي. كلمة سوف حبايبي هنا كلها على بعضها اسمها is going to. يبقى she is going to. going to دي حبايبي لازم يجي وراها فعل. يبقى she is going to visit يعني هي سوف تزور. طبعا عمها اسمه ايه؟ هتقول لي her uncle. تاني her uncle. طب تعالوا نشوف حبايبي السؤال التاني بيقول about sneakers what and my. طبعا هنا حبايبي الاقتراح قلت بيبدأ بكلمة what about. what about معناها ماذا عن. تاني what about معناها ماذا عن. وبعدين هقول what about my sneakers. طبعا صفة الملكية بتيجي قبل الاسم حبايبي. what about my sneakers يعني ماذا عن حذائي الرياضي. need I will necklace the. طبعا حبايبي ده سؤال انا هبدأ فيه بwill. will ده فعل مساعد. طب فين الفعل؟ هتقول له I. will I. طب فين الفعل الاساسي؟ هتقول لي need. يبقى will I need وبعدين اجيب الاسم بتاعي the necklace. تاني will I need the necklace يعني هل انا هحتاج العقد بتاعي. طيب really cool or my pajamas. طبعا عايز اقول ان البيجامة بتاعتي جميلة او رائعة جدا او حقا رائعة. يبقى هقول my pajamas or. طبعا really حبايبي بتيجي قبل الصفة يبقى are really cool. تاني my pajamas are really cool. تعال نشوف number 5. نهى her sweater does take. طبعا does ده بقول عليه الفعل المساعد بحتاج ورا فاعل اللي هي نهى حبايبي. يبقى does نهى. يلا فين الفعل بتاعي الاساسي؟ هتقول لي take. يبقى does نهى take. وبعدين her صفة الملكية تيجي قبل الاسم يبقى her sweater. تاني her sweater. her sweater. تعال نشوف حبايبي يلا صفحة 126 السؤال رقم 4 بيقول لي read and choose the correct answer from A, B, C or D. بيقول لي she wears A around her neck. حبايبي around her neck يعني حوالين رقبتها. أكيد من اسم نفسه كلمة neck أكيد هيبقى necklace. necklace حبايبي اللي هو العقد. bracelet حبايبي اللي هي الأسورة و dress يعني فستان و sunglasses يعني نظارة. number 2 بيقول لي remember to take your A to protect your eyes. افتكر انك تاخد ايه عشان تحمي عينيك. كلمة protect يعني يحمي. هناخد ايه عشان نحمي عينينا؟ اكيد sunglasses يعني نظارة شمسية. number 3 بقولي when I travel I pack my clothes in my. بقولي لما اجي اسافر انا بعبي الشنط فين؟ اكيد في السوتكيس. سوتكيس حبايبي اللي هي حقيبة السفر. تعال نشوف number 4 بقول I bought new swimming to swim in the pool. طبعا اشتريت ايه سباحة عشان اعوم في حمام السباحة. اكيد طبعا swimming shorts. وانا swimming shorts حبايبي اللي هو شورت السباحة او المايو. number 5 بقول when it's cold لما الدنيا بتبقى باردة حبايبي
I wear my A and scarf. بلبس A وكمان الكوفية. هتقول لي بلبس البالتو بتاع مستر او المعطف. تعال يا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل. نمبر 1 بقول لي I'll pack. انا بعبي ايه حبايبي؟ بحزم ايه؟ هتقول لي my suitcase يعني الشنطة بتاعتي. I wear sneakers. يعني انا بلبس الحذاء الرياضي. هتقول لي في القدم يا مستر يبقى on my feet. مش معقولة طبعا هلبس الحذاء في ايدي يبقى on my feet. I need a sweater. Because انا محتاج سترة. ليه؟ هتقولي because it's cold at night. لان الجو بيبقى برد بالليل. Number 4 بقولي my pajamas are. بقولي البيجامة بتاعتي مالها؟ هتقولي are striped. خلي بالكوا حبايبي البيجامز خدت مين؟ are لانها جمع. هتقول are striped. قلنا striped حبايبي بمعنى مقلم. تعال حبايبي يلا نشوف اخر سؤال معانا النهاردة هو سؤال الترقيم. بقولي I don't need to pack my sweater. قالي I capital هيت عشان في اول الكلام. don't برافو عليكو في ابوستروفي ناقصة. need to pack my sweater. حط الفول ستوب بتاعتي اوعى تنسى. which pajamas does she like؟ طبعا which w بجامز ما فيهاش اي حاجة حبيبي. does نفس الكلام. she like بس في الاخر طبعا ده سؤال فبالتالي احط question mark يعني علامة استفهام. نشوف اول كويز معانا حبيبي ودي مديها لنا على حفظي للكلمات. عندنا كلمة sun يعني شمس. عندنا كلمة flood. flood بمعنى فيضان. عندنا كلمة capital يعني عاصمة. عندنا كلمة desert يعني صحراء. بقول the A is cold and dark at night. مين اللي بتبقى برد وضلمة في الليل؟ اكيد طبعا دي desert. يبقى هقول the desert يعني الصحراء. number 2 بقول Cairo is that of Egypt. طبعا القاهرة دي بتكون ايه مصر؟ هتقول ايه بتكون عاصمة مصر؟ يبقى capital. with the capital of Egypt يعني عاصمة مصر. number 3 بقول the heavy rain was the cause of the بقول ان المطر الغزير كان سبب ايه؟ اكيد مطر غزير يبقى فيه فيضان والفيضان اسمه flood. flood حبايبي اللي هو طبعا بعدها على طول حبايبي جايب لي الديفينيشنز دي في شكل توصيل. بقول a river bank is ضفة النهر. خلاص عرفنا بقى اللي هي the land along the side of the river. الارض اللي جنب النهر وبامتداده. fertile means طبعا كلمة fertile حبايبي بمعنى خصب. وخصب معناها ان هو good land to grow plants and crops يعني ارض صالحة لزراعة النباتات وكمان المحاصيل. طيب a canal is ان القناة دي يعني مجرى مائي صنع بواسطة الانسان. فعشان كده هقول a waterway made by humans. number 3 number 4 بقول لي a wind erosion happens. بقول لي التعرية اللي بتحصل عن طريق الرياح بتحصل امتى؟ أكيد when the wind changes or destroys something. لما الرياح بتغير أو بتدمر شيء ده بقول عليه wind erosion. حفظتها. عندنا كلمة soil قلنا يعني تربة. عندنا كلمة blows معناها تهب. عندنا trees طبعا هي الأشجار. عندنا sculptures يعني التماثيل المنحوتة. وعندنا كلمة sand بمعنى رمال. number 1 بقول لي there is too much in the desert. يعني بقول لي في ايه كتير في الصحراء. اكيد طبعا الصحراء فيها رمل كتير فاكيد هقول sand. وخلي بالك ان much بتيجي مع الاسماء التي لا تعد. number 2 بقول لي when there is a fertile A we can grow many crops. بقول لي عندما يكون عندنا A خصبة احنا بنستطيع ان احنا نزرع محاصيل كتير. يبقى اكيد طبعا هقول when there is a fertile soil. وكلمة soil معناها تربة. number 3 بقول I saw many A in the museum. بقول انا شفت ايه كتير في المتحف. اكيد طبعا انا شفت تماثيل كتير. يبقى sculptures يا حبايبي بمعنى تماثيل. sculptures. number 4 بقول it's cold and the wind A very hard. بقول الدنيا برد اكيد والرياح بتهب. يعني تهب حبايبي blows يعني تهب. تعالوا حبايبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي على listen to. بقول read and complete the text with words from the books. sculptures قلنا يعني منحوتات. millions يعني ملايين. sand يعني رمال. white يعني ابيض. خدنا white desert اللي هي الصحراء البيضاء. blues قلنا يعني تهب. بقول in Egypt's A desert you can see some amazing A. طبعا الكلام ده متكرر بقى خلاص عشان كده قلنا حبيبي لازم اقرا الموضوع
واحفظ الحقائق عشان هي اللي بتمكنني من الحل. طبعا Egypt's wide desert يعني في صحراء مصر البيضاء. بنلاقي amazing ايه؟ هتقول له amazing sculptures يعني منحوتات جميلة خالص. They were made by the wind. There weren't any sculptures a of years ago. ما كانش فيه منحوتات من ملايين السنين. يبقى لازم اقول millions, millions of years ago. Over time, قلنا بمرور الوقت, the wind ate sand and small stones against the rocks. طبعا كانت بتهب او بتعصف بالرمال والحجار الصغيرة. فلازم اقول حبايبي blows. The rocks changed shape. فبدأت الصخور دي تغير اشكالها. تعال نشوف يلا سؤال التوصيل. بيقولي the Fayum Depression. قلنا Fayum Depression حبايبي اللي هو منخفض الفيوم. قلنا منخفض الفيوم ده موجود في الصحراء الغربية. يبقى إذن هقول is in the western desert يعني في الصحراء الغربية. طب the Aswan High Dam السد العالي بتاع أسوان كنا بنينه ليه؟ هتقولي to control the Nile flooding. يبقى إذن the Aswan High Dam controls يعني بيتحكم فيه the Nile flooding فيضان النيل. The Nile Delta looks قلنا إن الدلتا بتاعت النيل بتشبه المثلث. يبقى looks like a triangle. Number 4 بيقول لي soil erosion means بيقول لي تآكل التربة معناه ايه؟ برافو عليكم. To break down the soil and take its particles away وتاخد اجزائها بعيد. تعالوا نشوف يلا حبايبي سؤال الترتيب. بيقول لي the white there are sculptures desert amazing in white يعني بيضاء. There are yogurt sculptures يعني منحوتات desert amazing desert طبعا معناها صحراء amazing يعني مدهش in في. فطبعا انا عايز اقول يوجد منحوتات عظيمة في الصحراء البيضاء. فاذا هقول there are حبيبي بيجي وراها دايما اسم جمع. طيب بس الاسم الجمع هنا موصوف بصفة هي كلمة amazing يبقى لازم احطها قبله. يبقى there are amazing sculptures in the white خلي بالكوا حبايبي بتبدأ بكابيتال لتر desert يعني ده مكان مشهور. نمبر 2 بيقول A beautiful Egypt is very country. طبعا عايز اقول ان مصر دي دولة جميلة فهبدأ بايجيبت. فعلي بتاع is قلنا الدرجة بتيجي قبل الصفة والصفة بتيجي قبل الاسم وقبلهم كلهم بحط A او N. فإذا لازم اقول A وبعدين very وبعدين beautiful وبعدين country. نمبر 3 بيقول changes the wind rocks the shape of the changes تغير the wind الرياح rocks صخور the shape يعني شكل of يعني لي وذا يعني ال. عايز اقول طبعا ان الرياح بتغير شكل الصخور. يبقى اذا هقول the wind الرياح يعني تغير changes يعني بتغير يعني ايه شكل. هتقول لي the shape شكل يعني بتاع ايه. هتقول لي of the rocks يعني شكل الصخور. الرياح بتغير شكل الصخور. Number 4 land growing a fertile good is for crops. طبعا land يعني ارض growing يعني زرع good يعني جيد وكروبس يعني محاصيل. فانا عايز اقول ان الارض الخصبة بتبقى جيدة لزراعة المحاصيل. يبقى هقول a fertile fertile دي صفة لكلمة land. يبقى a fertile land الفعل بتاعي is الصفة بتاعتي good وgood بتاخد for معناها مفيد لي واجيب وراها verb plus ing يبقى growing crops يعني الارض الخصبة صالحة لزراعة المحاصيل. Number 1 بيقول لي the A and sand turn rocks into sculptures. Sculptures طبعا مين وكمان الرمال هي اللي بتحول الصخور لمنحوتات. اكيد the wind wind حبايبي اللي هي الرياح. Number 2 بيقول لي we can grow plants and crops when the land is. طبعا احنا بنقدر نزرع النباتات وكمان المحاصيل لما الارض تكون ايه ترابور يعني جرداء ولا hot حر ولا tired يعني مرهق او متعب ولا fertile يعني خصب. اكيد fertile لما بيكون الارض خصبة.
Number three, بقول the Nile River spreads out into two A in Egypt. بقول في مصر نهر النيل ده بينقسم ليه؟ هتقولي بينقسم لفرعين. يعني ايه فرعين يا مستر؟ branches. ponds يعني برك، وسيز يعني بحار، بحار، ولايكس يعني بحيرات. Number four, بقول the wind erosion. اللي هو تعرية الرياح. ايه ذا سايل؟ بتعمل ايه في التربة؟ اكيد destroys. كلمة destroys حبايبي معناها تدمر. مش هلبس ولا بتساعد ولا جروز وبتنوى ولا بتزرع ولا كونكتس بتوصل. نمبر 5 بيقول ذا ريد سي لايز اون ايجيبتس ايست اي. بيقول ان البحر الاحمر بيقع على الايه؟ الشرق المصري. اكيد على الساحل الشرقي. فين الساحل حبايبي؟ كلمه كوست. كوست يعني ساحل. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال بانكتويشن، سؤال الترقيم. بيقول ذير ار اميزنج سكالبتشرز ان ايجيبتس وايت ديزرت. طبعا هنا تي هتبقى كابيتال لانها في اول الكلام. R طبعا ما فيهاش حاجة. Amazing فيهاش حاجة برضو. Sculptures يعني منحوتات. N Egypt حبيبي لازم الـ E تبقى capital عشان اسم بلد. وأبوستروفي S. أما White Desert حطها شكل ما هي وحط في الآخر فلسطين، يعني دي جملة عادية جدا. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف سؤال الباراجراف بتاعنا واللي بيكلم لي عن الويند اروجن، يعني تعرية الرياح، واللي مثال عليها كان في الوايت ديزرت يعني في الصحراء البيضاء اللي موجودة في مصر. طبعا هنا قلت بسيب فراغ قبل ما اكتب الجملة الاولى، وهقول ذا وايت ديزرت يعني الصحراء البيضاء از A beautiful place in Egypt يعني مكان جميل في مصر. وبعدين هقول ان فيه طبعا منحوتات كتيرة فيه، يبقى هقول there are many sculptures there يعني في منحوتات كتير هناك. وطبعا هوصفها فهقول they are amazing. يعني هي ايه يا حبايبي؟ مدهشة. طبعا المفروض ان انا بقول اتكونت بقى ازاي، فهقول the wind الرياح يعني blows sand and small stones يعني الأحجار الصغيرة against rocks يعني على الصخور. وبالتالي هقول the rocks الصخور دي change shape يعني غيرت شكلها. وبعدين اقول اصبحت بقى منحوتات جميلة، فاقول they become beautiful or amazing يعني اي حاجة من الاثنين حبايبي sculptures يعني اصبحت منحوتات جميلة. انا كده كتبت باراجراف بسيط جدا، ولكن حبايبي شكل ما قلت بيعتمد على حفظي للمواضيع كويس جدا. تعالى حبايبي يلا نشوف اول كويز مدهالي، ودي طبعا مدهالي على الفوكاب اللي انا حفظتها. عندنا كوستيومز بمعنى ملابس، عندنا كراون بمعنى تاج، عندنا جلوفز بمعنى قفازات، عندنا هول بمعنى صاله او قاعه. تعالى نشوف يلا بيقول لي وير تو بروتكت يور هاندز ان وينتر. بلبس ايه عشان احمي ايديا في الشتاء؟ جميل، gloves يعني الجوانتي او القفازات. Number two, بولي children wear special in the parties. بيقول لي ان الاطفال بيلبسوا ايه مخصوصة في الحفلات، يبقى دي ملابس مخصوصة. يعني ايه ملابس مخصوصة؟ اسمها costumes. تاني costumes. costumes يعني ملابس. تعال نشوف number three, بولي the king always wears a. الملك حبايبي دايما بيلبس، برافو عليكو، تاج، والتاج اسمه كراون. كراون. تعالوا حبايبي بقى نشوف الكويز اللي هو مديهالي في صفحة 143. بقول read and choose the correct answer. Mary listened to the teacher carefully. يعني ماري استمعت للمدرس بحرص.
ايه ذا ليسن؟ طبعا هنا اكيد عايز اجيب الغرض من ان هي استمعت للمدرس بحرص. هتقول لي to understand the lesson. understand يا حبايبي معناها يفهم، يعني عشان تفهم الدرس. number 2 بقول my friend uses her computer، يعني صديقتي بتستخدم الكمبيوتر. ايه her homework؟ برضو هتقول لي انا عايز الغرض، الغرض من ان هي بتستخدم الكمبيوتر ان هي تعمل الواجب، يبقى اقول to do. But my friend uses her computer to do her homework، لكي تؤدي الواجب. number 3 بقول she is going to travel to England. English. اه يبقى هي هتسافر انجلترا. ليه؟ هتقول لي to learn يا مستر، لكي تتعلم اللغة الانجليزية. number 4 بقول I went outside، يعني انا ذهبت للخارج. ايه my neighbor؟ اكيد لو انا سألتك ليه انت ذهبت للخارج هتقول لي to help my neighbor، يعني لكي اساعد جاري. تعالوا نشوف حبايبي نمبر 2 بيقول complete the sentences with the correct form of the words in brackets. I watched TV yesterday. هتقول اه مستر طالما في كلمه yesterday يبقى الكلام ده في زمن الماضي. طيب watch ده عادي ولا شاذ؟ هتقول لي عادي، يبقى هزود له اي دي يبقى watched. خلي بالكم حبايبي ان التشا ساوند الاي دي بعدها بتنطق تا، فقول watched watched. نمبر 2 بيقول I drink tea with milk yesterday. هتقول لي اه في yesterday في الاخر، يبقى دي من علامات الماضي، يبقى على طول الفعل بتاعي لازم يكون ماضي. فدرينك ده فعل regular غير منتظم، طب الماضي بتاعه يا مستر drank، فقول I drank tea with milk yesterday. number 3 بقول he goes to the market to buying some rice. هتقول له اه to اللي معناها لكي واللي بيجي وراه الغرض، الغرض ده بيكون مصدر، فقول he goes to the market to buy. to buy حبيبي بمعنى يشتري. تعال نشوف يلا السؤال الثالث واللي بيقول لي make the sentences in the past form، يعني حول الجمل دي لزمن الماضي. طيب بيقول ادم called سامي to ask for help، يعني ادم بيكلم سامي لكي يطلب المساعده، فهقول ادم مفروض الماضي بتاع calls called سامي to ask for help. خلي بالكوا حبايبي وهتحول ask الاسكت ليه؟ عشان to be وراها مصدر كده كده. number 2 بقول نهال leaves early to catch the bus. طبعا هبدأ بنهال اهو، طب الماضي بتاع leave هتقولي ده فعل شاذ يا مستر، الماضي بتاعه lift، يبقى نهال lift early يعني غترت مبكرا to catch the bus يعني عشان تلحق الاوتوبيس. تعالوا نشوف يلا حبايبي جنرال اكسرسايزز اللي هو مدهالي في صفحه 144. عندنا بن يعني قلم، عندنا كراون يعني تاج، عندنا جلوفز يعني قفازات، عندنا سبوتد يعني منقط، عندنا بوكيتس يعني جيوب. بقول سمر اند ايا ار ان ذا بارتي، سمر وايا في الحفله. سمر از ويرينج اي دريس وذ تو اي، يعني لابسه فستان اي بايه؟ هتقول له يا مستر يبقى انا عايز صفه للفستان، فاقول اسبوتد يعني فستان منقط. وذ تو يبقى في ايه؟ هتقول لي في جيبين، يبقى وذ تو بوكيتس يعني في جيبين اتنين. از ويرينج ا اون هير هيد، يا ترى هتلبس ايه في دول على راسها؟ هتقول لي اه كراون، كراون يعني تاج. شي لوكس لايك ا برنسس، she is wearing white a on her hands، لابسه ايه في ايديها؟ هتقول لي يا مستر لابسه gloves، gloves يعني جوانتي. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال الثاني وسؤال الترتيب. بيقول got dress striped a I have، طبعا عايز اقول انا عندي فستان مقلم، يبقى هقول I have got، قلنا الصفة بتيجي قبل الاسم، يبقى a striped dress يعني انا عندي فستان مقلم. number 2 usually do what you wear، عايز اقول ماذا انت ترتدي دائما، يبقى اذا هقول what اداة الاستفهام. طيب فين الفعل المساعد؟ هتقول لي do you، وقبل الفعل الاساسي بجيب كلمة usually، يبقى what do you usually wear، wear يعني ترتدي. number 3 بقول له he has blue my shirt pockets، عايز اقول القميص بتاعي
في جيوب زرقاء. يبقى my shirt يعني القميص بتاعي has blue buckets يعني فيه جيوب زرقاء. Number four, بقول me you help can. عايز اقول ممكن تساعدني، يبقى اقول can you help me. Can you help me يعني ممكن تساعدني. تعال يا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل معانا. بقول لي جلابيز ار، بقول لي الجلابية دي قلنا دي ملابس تقليدية مصرية، يبقى traditional Egyptian clothes. Traditional Egyptian clothes يبقى حاصلها بسي. We went to the park يعني احنا رحنا الحديقة، اكيد عشان نلعب مع اصدقائنا، وهنا ده بسميه غرض، يبقى to play with our friends. To play with our friends. حازم studied hard يعني حازم ذاكر بجد. هتقول اه مستر الغرض انه يجيب درجات عالية، يبقى to get good marks يعني عشان يجيب درجات جيدة. Number four, بولي they went to the library too. اكيد راحوا المكتبة شكل ما قلنا ليه، هتقول عشان يقروا الكتب، يبقى to read books. To read books. تعال يا حبايبي يلا نشوف سؤال choose معنا. بولي انجي uses a pen. A hair is a. طبعا انا عايز الغرض من استخدامها القلم، هتقولي to write. Hair is a. طب number two, بولي they ate some new books to read last week. هتقول لا يا مستر last week دي من علامات الماضي، فالمفروض ان انا اجيب فعل ماضي، فهتقول لي they bought يعني هم اشتروا كتب جديدة عشان يقروها الاسبوع الماضي. Number three, I wear to protect my eyes. انا بلبس ايه عشان احمي عيني؟ هتقول له مثلا انا بلبس sunglasses يعني نظارة شمسية. Number four, Reem is wearing on her hands. يعني ريم لابسة ايه في ايديها؟ هتقول له gloves. Gloves اللي هو الجوانتي. She is wearing a crown on her. يا ترى هتلبس التاج فين؟ هتقول لها مستر التاج بيتلبس على الرأس، يبقى on her head. تعالوا يلا على السؤال الخامس، وبقولي صحح الأخطاء أو الكلمات اللي بين الأقواس. I went to the cinema and ate the new film yesterday. هتقول لها مستر yesterday من علامات الماضي، وكمان هنا بيقول and يعني واي، يبقى لازم الفعلين يبقوا في نفس الزمن، فهقول and watched يعني وشاهدته، يبقى أنا روحت السينما وشاهدت فيلم جديد. Number two, بولي she used the internet to doing a project. هتقول له يا مستر to دي ويجي وراها الغرض، والغرض ده بيكون مصدر ورا do على طول، يبقى to do. Number three, بولي I go to the bedroom a sleep. هتقول الغرض يا مستر بيجي قبله to عشان ده مصدر، يبقى to sleep. Number four, فريدة is in the park last week. هتقول له يا مستر last week دي من علامات الماضي، فما ينفعش اجيب is. طب الماضي بتاعها؟ هتقول لي was. طب لو قلت لك ان فيلي دي؟ هتقول لي wasn't. يعني ما قلتش didn't؟ هتقول لي لا. كل الافعال بتتنفي ب didn't ما عدا verb to be، بيتنفي ب wasn't weren't. was تبقى wasn't، were تبقى weren't. تعال يا حبايبي يلا نشوف سؤال paragraph، وده سهل جدا لانه بيقول لي اتكلم عن الكلوز. الكلوز حبايبي اللي هي الملابس، وطالما هتكلم عن الملابس عموما يبقى لازم ابدا الباراجراف بتاعي بالجمله دي. There are many kinds of clothes. يعني في انواع كتيره من الملابس. تاني there are many kinds of clothes يعني في انواع كتيرة من الملابس. طيب يا مستر هو جايب لي جلابية وجايب لي سبوتد دريس وجايب لي سترايبد سكيرت، هنا ممكن اتكلم عن بابا، ممكن اتكلم عن اخواتي، ممكن اتكلم عني انا واقول انا بحب البس ايه من الحاجات دي وبعد كده اوصف. يعني مثلا اقول my father بابا likes بيحب to wear ان هو يرتدي A جلابية، يعني بيحب يرتدي جلابية. طب عايز اقول هي مصنوعة من القطن، يبقى هقول It's made from cotton. يعني يا حبايبي مصنوعة من القطن. ممكن حبايبي اتكلم عن نفسي يعني اقول I like to wear يعني انا بحب ارتدي a spotted
dress يعني فستان منقط. It has two pockets يعني في جيبين تاني. It has two pockets. طب ممكن اتكلم عن اختي مثلا واقول هي بتحب تلبس جيبة مقلمة فاقول my sister likes to wear يعني بتحب ترتدي a striped skirt يعني جيبة مقلمة واقول it's her favorite يعني هي المفضلة عندها. ويبقى كده انا كتبت باراجراف بسيط وسهل جدا ولكن شكل ما قلت لكم. اوعى تنسى الاندنت الفراغ وكمان اوعى تنسى انك تبدا كل جمله جديده بكابيتال لتر. تعالوا نشوف حبايبي يلا اول كويز مديها لي وقلنا دي بيديها لي بناء على حفظي للفوكاب. عندنا كلمه ميل قلنا يعني وجبه. عندنا كلمه بور يعني فقير. عندنا كلمه بير يعني زوج. عندنا كلمه شو ميكرز يعني صانعي احذيه ودي جمع طبعا. vets vets يعني اطباء بيطريين. تعال نشوف نمبر 1 بيقول I bought a of shoes yesterday. طبعا بيقول انا اشتريت حذاء امبارح. طيب زوج الاحذيه اسمه ايه؟ الجوز يعني اسمه pair فاقول I bought a pair of. a pair of يعني زوج من. وحبايبي كلمة a pair of معناها زوج من الأشياء التي لا تنفصل عند الاستخدام. يعني دايما كلمة a pair of دي بتيجي مع الحاجات اللي أنا ما أقدرش أفصلها عن بعضها وقت الاستخدام. شكل ما أقول a pair of shoes, a pair of glasses حبايبي اللي هي النظارة, a pair of socks اللي هو الشراب, a pair of shorts يعني الشورت بتاعي, a pair of trousers يعني البنطلون بتاعي. طيب نمبر 2 بقول my mom ماما made us a nice for lunch. طبعا هتعمل لنا ايه على الغدا؟ اكيد a nice meal. كلمة meal حبايبي بمعنى وجبة. نمبر 3 بقول he has no money, he is very ايه. بقوله ما عندوش فلوس اكيد يبقى فقير, يبقى is very poor. poor بمعنى فقير. طب تعال نشوف نمبر 4 بقول ايه make us shoes. يا ترى حبايبي مين اللي بيعمل احذية؟ هتقول له اللي بيعمل لنا احذية هم الشو ميكرز. شو ميكرز يعني صانعي الاحذيه. تاني شو ميكرز يعني صانعي الاحذيه. تعالوا حبايبي يلا نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي على ليسن 4. طبعا مديني كلمه هارد وان هارد حبايبي بمعنى صعب او بيجت. عندنا كلمه وركشوب يعني ورشه. عندنا كلمه مورنينج يعني صباح. عندنا كلمه بير يعني زوج. عندنا كلمه اونست يعني امين. طبعا بيحكي الحكاية بيقول once upon a time a kind and a shoemaker. طبعا قلنا kind and honest وقلت لكم honest حبايبي بمعنى امين. تاني كلمة honest بمعنى امين قلنا الاتش silent. lived in town with his wife, they were very poor but they were happy. the shoemaker worked. هتقول له صانع الاحذية ده كان بيشتغل ازاي؟ هتقول له worked hard يعني كان بيشتغل بجد. but he had no money ما كانش معاه فلوس. one night يعني في ليلة من ليالي the shoemaker was in his A. oh dear I have only got enough leather. كان فينا حبيبي يبقى in his workshop. قلت لكم حبيبي كلمة workshop بمعنى ورشة. تاني workshop بمعنى ورشة. oh dear I have only got enough leather for one more A of shoes. قلنا زوج الأحذية اسمه pair of shoes. تاني اسمه pair of shoes يعني زوج احذية. تعال نشوف حبيبي السؤال التاني وهو سؤال الترتيب. سؤال الترتيب بيقول لي made يعني صنع, delicious يعني لذيذ, the wife الزوجة, meal يعني وجبة. بان عايز اقول الزوجة صنعت وجبة لذيذة يبقى هقول the wife يعني الزوجة made يعني صنعت حبيبي a delicious meal يعني وجبة لذيذة. قلنا حبايبي الصفة بتيجي قبل الاسم وطالما في A أو N بجيبها قبل الصفة. طب نمبر 2 بقولي the shoes every who night made. طبعا ده سؤال فأنا عايز أقول مين اللي صنع الحذاء كل ليلة.
يبقى إذن هقول هو الفعل بتاعي ميد. ذا شوز هذه المفعول. وبعدين طبعا اقول في الاخر every night يعني كل ليله واحط الكويستشن مارك بتاعتي. طيب نمبر 3 بول workshop ورشه. the elves الاقزام. around danced يعني رقصوا. ذا طبعا عايز اقول ان الاقزام رقصوا في الورشه يبقى اذا هقول the elves الاقزام حبايبي danced طبعا فعل ماضي around the workshop يعني رقصوا في الورشه. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال التوصيل رقم 3 بيقول ذا شوميكر. يا ترى الشوميكر عمل ايه؟ يا ترى he had no money ولا to make shoes and bags ولا makes amazing shoes ولا to make delicious meals. هتقول لي لا الشوميكر ده بيصنع احذيه رائعه يبقى makes amazing shoes. نمبر 2 بيقول ذا شوميكر worked hard but يعني هو كان بيشتغل بجد لكن ايه قلنا لكن ما كانش معاه فلوس كتير يبقى اذا but he had no money او ما معهوش فلوس خالص but he had no money. نمبر 3 بيقول we use leather احنا بنستخدم الجلد ليه؟ هتقول لي to make خلي بالكم رجعنا تاني هو to زائد المصدر اللي بيجي وراه الغرض يبقى we use leather to make shoes and bags to make shoes and bags. تعال نشوف يلا السؤال البنكتويشن معانا بيقول the shoemaker and his wife are thankful. طبعا اذا التي لازم تكون كابيتال في اول الكلام shoemaker ما فيهاش اي حاجه خالص and his wife are thankful يعني شاكرين ممتنين راضين يعني يبقى في الاخر فلسطين يبقى التي وفي الاخر فلسطين. تعالوا بقى يا حبايبي بيقول لي في صفحة 153 listen and write استمع واكتب. يا ترى مديني افعال شكل cleaned lived needed studied washed worked. طبعا المفروض ان انا بسمعها كويس عشان اعرف يا ترى نطق ده ولا تا ولا اد. هنمسك كلمة كلمة cleaned هتقول له نطق ده بس يا مستر. طب lived هتقول له يا مستر نطق ده برضو lived والايه ما نطقتش. طب needed هتقول لي هنا بعد الدي ساوند او ده ساوند الايد بتنطق اد يبقى الاخرانية هتبقى needed. طب studied برضو بعد الده ساوند الايدي اد فبالتالي هقول هنا studied يعني ذاكرة. طب washed هتقولي نطق التا عشان بعد الشه ساوند فتبقى washed. طب worked worked هتقولي برضو بعد الكا ساوند الايدي بتنطق تا فتبقى worked worked. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال التاني بيقول read and circle the odd sound out هنطلع الصوت الغريب asked played delivered. هتقول له يا مستر asked هي اللي مختلفة لان بعد الكا ساوند الايدي بتنطق تا لكن played or delivered بينطقوا الاتنين ده دي عادية. نمبر 2 cleaned climbed helped هتقول له يا مستر cleaned ده climbed ده طب helped تا فيبقى helped هي المختلفة. طيب painted washed wanted هتقول لي هنا نطقت اد وهنا نطقت اد لكن هنا نطقت تا washed يبقى دي هي اللي مختلفة. طيب climbed needed cold هتقول لي هنا نطقت اد لكن في الاتنين دول نطقت ده عادية خالص من غير ايه climbed cold فبالتالي needed هي المختلفة. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال التالي برضو جايب لي بعض الافعال in the past في الماضي وبقول لي يلا صنفها هل الايدي بتنطق تا ولا الايدي بتنطق اد ولا الايدي بتنطق دا. طبعا هناخد برضو كل كلمة كده واحدة واحدة tasted هتقول دي نطقت اد فهكتب هنا tasted blade
بلايد هتقول له اه دي ده عادية فهكتبها هنا بلايد. طيب invited اه هتقول لي كده نطقت اد فهكتب هنا invited. enjoyed enjoyed هتقول لي اه enjoyed ده عادية خالص لانها جاية بعد صوت متحرك يبقى enjoyed. طيب dressed dressed هتقول له اه دي ته يبقى هكتبها هنا مع حرف التي او صوت الت. طيب walked walked يعني مشي برضو نفس الكلام بعد الك ساوند بتنطق ت يبقى walked. طيب cleaned cleaned هتقولي لا دي ده عادية فهكتبها تحت cleaned. طيب fixed fixed طبعا اخر صوت هنا س فبالتالي يجي ورا الاي دي نطق الت فهكتبها fixed مع اللي فوق. waited waited يعني انتظر فبالتالي هقول اد فتبقى بالمنظر ده waited مع الاد. تعالوا نشوف حبايبي يلا اول كويز هو مديها لنا بيقول لي 10 تايمز 30 دي سهل قوي حتى من غير ما اعملها بشكل عمودي. ليه؟ في عندنا صفرين اتنين فانا هكتب التو زيروز اهو. طب 1 تايمز 3 3 فتطلع 300. طيب تعال نشوف يلا المساله الثانيه بيقول لي 32 تايمز 45 هتقولي لا بقى مستر تعال انا نحط بشكل عمودي ادي 32 تايمز 45 يلا حبايبي تعالوا يلا نضرب 5 تايمز 2 هتقولي 10 حط الزيرو وال1 يروح هناك. طيب 5 times 3 is 15 and 1 is 16 تطلع 160. طب تعالوا يلا نشوف التاني انا هضرب ايه هتقول لي التنز العشرات يبقى هحط طول هحط الزيرو هنا قبل ما اضرب ولا اعمل اي حاجة. 4 times 2 is 8 طيب 4 times 3 is 12 اه يبقى هكتب ال 12 بتاعتي. تعالوا بقى نجمع ونطلع الناتج 0 plus 0 0 6 plus 8 is 14 هكتب ال 4 بتاعتي وعند ال 1 يروح على ال 1 ده فيبقى 2 2 plus 2 is 4 طيب فينا حاجة هتقول لي لا فحط ال 1 بتاعي طلعت 1440. طيب تعالوا نشوف يلا المسألة اللي بعدها بيقول لي 24 times 56 يلا تعالى ادي 24 وادي times وادي 56 تعالوا حبايبي يلا نضرب 4 times 6 is 24 يبقى هكتب ال 4 وال 2 هتروح هناك. 4 times 5 is 20 وعندنا 2 يبقى 22. طيب تعالوا يلا نضرب خانة العشرات قبل ما اضرب خانة العشرات يبقى لازم احط هنا 0. طيب 2 by 6 is 12 هكتب ال 2 بتاعتي. طيب فاضل لنا ايه 1 هحطه هناك 2 times 5 is 10 عندنا 1 يبقى 11 اه. تعالوا بقى يا حبايبي نجمع 4 plus 0 is 4 2 plus 2 is 4 2 plus 1 is 3 and 1 يطلع الناتج يا حبايبي 1344 1344. تعال نشوف يلا المسألة الأخيرة بقول 21 times 41 حبايبي أنا هقول لكم دي بقى بس بطريقة سحرية اوعى تقولها لحد. لما يكون الرقمين الاثنين بيبدأوا بواحد هقول لك تعمل ايه. تعال نشوف بسرعة كده قال لي لما يكون الرقمين بيبدأوا بواحد بالمنظر ده قال لي هضرب الاولاني في الاولاني الاحاد في الاحاد فيطلع 1. طيب العشرات في العشرات فتطلع يعني اضرب يا مستر الاثنين في 4 هتقول لي اه بتطلع 8 واكتبها تحت يمه الشمال. وبعدين قال لي هجمع ال2 وال4 تعال نجمع كده الاثنين والاربعة هتطلع 6 فيطلع الناتج 861 ايه رأيكم بقى في الطريقة السحرية دي؟ تاني اي رقمين بيبدأوا بواحد بيبدأوا بواحد بضرب الواحد في الواحد وبعدين اضرب العشرات في العشرات وبعدين اجمع العشرات يطلع لي الناتج حبايبي.
طب قدر العشرات دي يا مستر، لو جمعتها طلعت اكتر من العشرة، قال لي بحط الاحاد واجمع العشرات على الرقم اللي بعده. تعال حبايبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي في صفحة 155. تعال على اول مسألة، بيقول لي 12 times 13، يعني 12 في 13. طبعا تعالوا هنكتبها برضو بشكل رأسي، يبقى دي 12 وادي times وادي 13. تعالوا يلا نضرب الاحاد، الرقم الاولاني هضربه في الاثنين، ورقم الثاني برضو العشرات هضربه في الاثنين. 2 times 3 is 6 and 2 times 1 is 2. طب تعالى نضرب يلا العشرات، طالما هضرب العشرات قلت بحط هنا يا حبايبي 0. 1 is 1. يبقى اذا تعالى بقى الخطوة الثالثة وهي الجمع، 6 plus 0 is 6، 2 plus 3 is 5. وطبعا هنا ما فيش رقم، يبقى بالتالي هحط ال1 بتاعي فيبقى 156. تاني 156. تعال نشوف يلا رقم 2، بيقول لي 23 times 11. تاني 23 times 11، برضو نفس الكلام حبايبي اهون بشكل رأسي، يبقى ادي 11 وادي 23. تعالوا يلا نضرب، هتبقى 23، وعندنا هنحط الزيرو لان هضرب الثاني وهتبقى برضو 23. تعالوا يلا تعالوا يلا نجمع 23. سوري، طيب 0 plus 3 is 3 2 plus 3 is 5، وحط ال2 بتاعتي تطلع 253. تاني 253. المساله اللي بعدها حبايبي بيقول لي 42 times 15، 42 في 15، ادي 15 حبايبي times 42. تعالوا يلا نضرب شكل ما بنضرب، هنضرب الاحاد الاول اللي هي الونز، عندنا 5 times 2 is 10، هكتب الزيرو بتاعي واحط الون هنا فوق. طيب 5 times 4 is 20، وعندنا 1 يبقى 21. طيب طالما هضرب الرقم اللي موجود في العشرات يبقى لازم احط هنا 0. طب 1 times 2 is 2 and 1 times 4 is 4. تعالوا يلا الخطوة الثالثة وهي الجمع، 0 plus 0 is 0، 1 plus 2 is 3 and 2 plus 4 is 6. يطلع الناتج حبايبي 630. الناتج حبايبي 630، يعني 630. المسألة اللي بعدها بقول 19 times 16، add 16 times 19. تعالوا يلا نضرب الأول، 6 times 9 يبقى 54. طبعا 54 يعني 54، احط ال 4 بتاعتي وال 5 هناك فوق. طيب عندنا 6 times 1 is 6 plus 5 is 11، فتطلع حبايبي 114. تعالوا يلا هنضرب الرقم اللي موجود في خانة العشرات، فبالتالي لازم احط في الاول 0. طب 1 times 19 هتطلع هي 19 شكل ما هي. تعالوا يلا الخطوة اللي بعدها هنجمع، يلا 4 plus 0 is 4 1 plus 9 is 10، حط الزيرو بتاعي ويبقى لي حبايبي 1، الوان احط 4 على الوان يبقى 2 2 plus 1 is 3، فيطلع عندنا 304. تاني 304 يبقى 304. رقم 5 بيقول لي 14 times 31، يعني 14 في 31، ادي ال 14 حبايبي وادي 31، ادي ال 31. يلا تعالوا نضرب الاول الاحاد، انا عندي 4 times 1 is 4 and 4 times 3 is 12، يبقى طلعت 124. تعالوا نضرب يلا الرقم اللي موجود في العشرات، يبقى لازم قبل ما اعمل اي حاجة احط الزيرو. 1 by 1 1 times 1 is 1 and 1 times 3 is 3. تعالوا يلا الخطوة اللي بعد كده هنجمع، 4 plus 0 is 4 2 plus 1 is 3 3 plus 1 is 4، تطلع 434. مسألة الأخيرة حبايبي بقول 17 times 25، يعني 17 في 25. هذا حبايبي 17 وبعدين times 25 مضروبة في 25. تعالوا يلا نضرب شكل ما بنضرب، ادي عندي 7 times 5 is 35، يبقى هكتب ال 5 وعندي 3 حبايبي هكتبها فوق، وبعدين
7 times 2 is 14 وعندنا 3 يبقى 17. طبعا طالما هضرب خانة العشرات يبقى انا عندي الزيرو على طول في الاول، وعندنا 1 times 25 طبعا هي 25. طيب تعالوا بقى نشوف الخطوة الأخيرة وهي الجمع. 5 plus 0 is 5. 7 plus 5 is 12. هكتب 2 حبايبي واروح على طول احط 1 هناك. 1 plus 1 is 2 and 2 plus 2 is 4. يطلع الناتج حبايبي 425 يعني 425. يبقى الناتج بتاعي حبايبي 425 يعني 425. تعالوا نشوف يلا حبايبي اول مسألة لفظية معانا. بقول لي اسماء sells 65 chocolate cakes every day. بقول لي اسماء كلمة سيل حبايبي بمعنى تبيع. طب بيبيع ايه؟ قال لي بيبيع 65 كيكة شوكولاتة كل يوم. How many chocolate cakes will she sell in 20 days? بيقول لي يا ترى هتبيع قد ايه في 20 يوم. عشان اجيب المجموع لازم اضرب 20 في 65. تاني حبايبي لازم اضرب 20 في 65. يلا نحط الارقام بشكل رأسي، ادي 20 وادي ال 65 يبقى ادي 20 وادي 65. قلت اسهل حاجة حبايبي لما يكون عندي الرقمين فيهم رقم بدايته زيرو، فبالتالي احط الزيرو ده ويبقى الامر سهل بقى لان هضرب يدوب الاتنين في 65. تعالوا يلا حبايبي 2 times 5 is 10. ترى احط التين كلها؟ قال لي لا هحط الزيرو. طيب والوان هيبقى عندي فوق. طيب 2 times 6 is 12 عندي 1 يبقى 13. تطلع حبايبي الناتج 1300. تاني 1300. يبقى لما اقول لي how many chocolate cakes will she sell in 20 days، كم عدد كيكات الشوكولاتة اللي هتبيعها في 20 يوم، هيطلع 1300 يعني 1300. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال الثاني في المسائل اللفظية. بيقول لي there are 45 bags filled with coins. يعني بقول لحبايبي في 45 شنطة مليانة عملات. There are 51 coins in each bag. Each bag يعني كل شنطة فيها 51 عملة. How many coins are there in all bags؟ يبقى عايز عدد العملات في كل الشنط يعني في ال 45 شنطة. يبقى إذن لازم أضرب ال 45 ال 45 في 51 في ال 51 عملة. طيب تعالوا يلا نضرب حبايبي. تعالوا نشوف الوانز الاول الاحد. 5 times 1 is 5 and 5 times 5 is 25. تطلع حبايبي 255. تعالوا يلا نضرب خانة العشرات. يبقى على طول لازم اضرب هنا حبايبي 0 على طول، لازم احط 0 في الخانة الاولى. وبعدين 4 times 1 is 4 and 4 times 5 is 20. يبقى هكتب 20. تعالوا يلا حبايبي نجمع ونشوف الرقم هيطلع ايه. ودي الخطوة الأخيرة. 5 plus 0 is 5. اوكي. طيب 5 plus 4 is 9. 2 plus 0 is 2. And 2. طبعا مفيش معاها حاجة فهتنزل شكل ما هي. يبقى 2295. 2295 عملة اللي موجودين في ال 45 شنطة. وبكده حبايبي يبقى انا قدرت اضرب عدد مكون من رقمين، سواء اي رقم فيهم بدايته زيرو او اي رقم عادي مش شرط انه يكون زيرو. تعالوا نشوف اول كويز معانا بقى حبايبي واللي بيقول لي صحح. She wore a cotton green dress. طبعا قلنا المادة اللي بتصنع منها الشيء لازم تيجي قبله، فالمفروض اقلب فاقول a green cotton. تاني a green cotton dress. Number two, بقولي he had to wear an orange old hat. طبعا orange بتوصف اللون، جميل. طب old بتوصف العمر، واحنا قلنا العمر بيجي قبل اللون، فقول he had to wear an old orange hat. طب اللي بعدها بقولي dad bought me a white new جلابية. نفس الفكرة، العمر اللي بيجي الاول وبعدين اللون، فاقول a new white جلابية يعني جلابية بيضة جديدة.
تعال نشوف حبايبي بقى general exercises اللي هو مدهالي على الدرس الخامس والسادس. عندنا كلمة stripes، وقلنا stripes يعني خطوط. عندنا كلمة wear يعني يرتدي. عندنا كلمة white يعني أبيض. عندنا كلمة trousers يعني بنطلون. وعندنا كلمة on يعني على. قول at school I wear a pale blue shirt and a dark blue E. طبعا أكيد طالما الشيرت ده هيبقى عليه بنطلون يبقى trousers، يبقى and dark blue trousers وبنطلون أزرق غامق. We have to wear a tie every day. It's a dark blue with light blue E. بيقول لي ان الكرافتة دي لونها ازرق غامق بس فيها ايه فتحة، هتقول لي فيها خطوط فتحة، فالمفروض اقول with light blue stripes. stripes حبيبي بمعنى خطوط، تاني stripes بمعنى خطوط on it. The girls in my school also a pale blue shirt. اكيد بيرتدوا، يبقى wear حبيبي بمعنى يرتدون. But they don't wear trousers، بس ما بيلبسوش بنطلون. They wear a blue and a checked skirt. طبعا اكيد عايز لون تاني طالما قال لي a blue and a checked، وقلنا checked حبيبي بمعنى مربعات، يبقى blue and white يعني بمربعات بيضة على زرقاء. تعال نشوف يلا اول ترتيب معانا. بقول are my favorite clothes shirts cotton. طبعا هنا حبايبي عايز اقول ان الملابس المفضلة بتاعتي هي القمصان القطن، فحقول my favorite clothes are، طبعا هنا لازم اجيب المادة الخام الاول، فاقول cotton shirts يعني القمصان القطن. طب تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي green she dress wears a، انا عايز اقول ان هي بترتدي فستان لونه اخضر، يبقى هقول كده she wears يعني هي ترتدي، قلنا a بتيجي قبل اللون، فاقول a green dress يعني فستان لونه اخضر. طب تعال نشوف اللي بعدها. wearing ترتدي these girls البنات دي Mexican مكسيكيين dresses فساتين are، يبقى انا عايز اقول ان البنات دول لابسين فساتين مكسيكية، يبقى هقول كده حبايبي these girls يعني البنات دي are وراها verb plus ing، يبقى are wearing، ها لازم اجيب كلمة مكسيكان الاول، طبعا هنا دي الجنسية بتاعت الفساتين، يبقى مكسيكان خلي بالك بتبدأ بكابيتال لتر عشان دي جنسية، مكسيكان دريسز يعني لابسين فساتين مكسيكية. تعال نشوف حبايبي نمبر 4. بول الليذر جلد هي بلاك شوز ميد، يبقى انا عايز اقول هو صنع جزمة سودا جلد، يبقى مهم هنا ان انا اخلي بالي من ترتيب الصفات قبل الاسم. طب هجيب الفاعل بتاعي اللي هو هي، طب الفاعل بتاعي هتقول لي ميد، طب خلي بالك بقى يا ترى هجيب المادة اللي بيتصنع منها ولا اللون الاول، هتقول لي لا مستر اللون الاول، فاقول بلاك كوما ليذر وبعدين الاسم بتاعي في الاخر اللي هو ايه حبايبي شوز. تعال حبايبي نشوف يلا سؤال التوصيل. بيقول لي هي ويرز ا شورت، يعني هو بيرتدي ايه قصير، يبقى اكيد هقول وبيرتدي قميص بكمام قصيرة، فاذا هقول he wears a short sleeved shirt يعني قميص بكمام قصيرة او نصكم. طب نمبر 2 بقول my tie is dark، يعني الكرافتة بتاعتي اكيد دي dark معناها برافو عليكو غامق، يبقى اكيد عايز بعدها لون، فهقول my tie is dark blue with light blue stripes يعني فيها خطوط زرقاء فاتح. تعالى يلا نمبر 3. بيقول لي the girls and boys have، بيقول لي ان البنات والاولاد عندهم ايه، هتقول لي ايوه عندهم لبس مختلف او زي مختلف في المدرسه، يبقى have different uniforms at school يعني عندهم زي مختلف في المدرسه، يبقى دي هكتب عليها 3. طيب نمبر 4 بيقول we wear sweaters، يعني احنا بنلبس sweaters بتاعتنا، قلنا لما يكون الدنيا برد يعني in the winter ولا in the water، هتقولي لا in the winter يعني في الشتاء. تعال حبيبي يلا في صفحة 162 بيقول read the text and answer the questions،
بقولي girls in Mexico are wearing traditional Mexican dresses. بقولي ان البنات في المكسيك بيلبسوا فساتين مكسيكية تقليدية. They are very colorful. طبعا لازم قبل ما امشي اشوف زي دي عايدة عليا. يعني بقولي هي ملونة. هي مين ملونة، البنات ولا الفساتين؟ هتقولي لا مصر الفساتين، يبقى زي دي عايدة على الفساتين. There are lots of colorful stripes on the dresses. يعني في طبعا خطوط ملونة كتير في الفساتين. They wear them during feasts and celebrations. يعني بيلبسوهم حبايبي أثناء الأعياد والاحتفالات. Mexican girls love bright colors. والبنات في المكسيك بيحبوا طبعا الألوان الفاتحة. People in Mexico wear hats to protect their faces from the sun. بيلبسوا طبعا قبعات عشان يحموا وجوههم من الشمس. This is a sombrero. طبعا القبعات دي اسمها sombrero. بقولي it's a traditional Mexican hat. ودي قبعة تقليدية في المكسيك. There are lots of different styles of sombrero. يعني في أشكال مختلفة، أنماط مختلفة للقبعات دي. Some have got stripes. بعضها فيها خطوط. And some are very colorful. وبعضها ملون جدا. Some even have got gold and silver on them. حتى بعضها مرصع بالذهب والفضة. تعال نشوف يلا أول سؤال معانا. بيقول لي girls in Mexico love. بيقول لي البنات في المكسيك بيحبوا إيه colors؟ بيحبوا طبعا bright colors. قلنا bright دي يعني الألوان الزاهية. طب اللي بعدها بيقول لي people in Mexico wear A to protect their faces from the sun. بيلبسوا إيه بقى حبيبي عشان يحموا وجوههم من الشمس؟ هتقول لي hats يا مستر، يعني قبعات. نمبر 3 بيقول لي the sombrero has a styles. هتقول لي طبعا هو قال لي في القطعه lots of، كثير من، هو جاب جزء لكن ما جابش الكل، فبالتالي لازم اقول has different styles يعني ليها اشكال مختلفه. تعال نشوف اول سؤال. بيقول لي what's a sombrero. يا ترى ايه هي sombrero؟ قلنا دي القبعات اللي بيلبسوها. يبقى هقول it's a traditional Mexican hat. يعني قبعة مكسيكية. تاني حبايبي دي قبعة مكسيكية تقليدية. تاني قبعة مكسيكية تقليدية. طب تعال نشوف السؤال الخامس. بقول what does the underlined pronoun they refer to. احنا قلنا they دي، قلت عشان كده لازم اشوفها قبل ما امشي عشان اكيد هيسألنا عليها. قلنا دي حبايبي عايدة على مين؟ برافو عليكو، على المكسيكان dresses يعني على الفساتين المكسيكية. طب تعال نشوف البنكتشويشن معانا. بيقول لي we wear jackets when it's cold. طبعا هبدأ بالW capital عشان في أول الكلام. طبعا wear jackets when it's هتقول لي فينا apostrophe يا مستر. It is cold. في الآخر حبايبي هحط فول ستوب لأن دي جملة عادية. تعالوا بقى في صفحة 163، ودي التمرينات اللي بيدهاني عشان test your skills، بختبر بيها مهاراتي سواء الديكتيشن، الإملاء أو الريدينج أو الجرامر بتاعي أو الرايتينج أو البروجكت. طبعا حبايبي مديني الكلمات بالإنجليش وأنا هكتبها بالعربي. يبقى أنا عندي كلمة scarf يعني إشارب أو كوفية. عندنا كلمة بيجاماز يعني بيجامة. عندنا كلمة glacier قلنا يعني نهر جليدي. عندنا كلمة fertile قلنا يعني خصب. عندنا كلمة costume يعني ملابس خاصة. تاني costume يعني ملابس خاصة. طيب تعال نشوف يلا الكلمات اللي مدهاني Arabic وانا هحولها English. اول كلمة طبعا كلمة حذاء رياضي، وان حذاء رياضي حبايبي اسمه sneakers. تاني حذاء رياضي اسمه sneakers. الزي المدرسي حبايبي اسمه يونيفورم. تاني الزي المدرسي اسمه يونيفورم. الغابة المطيرة طبعا اسمها رين فورست. تاني رين فورست يعني غابة مطيرة. عندنا القبعة المكسيكية اسمها سامبريرو. تاني اسمها سامبريرو. عندنا حقيبة السفر اسمها سوت كيس. تاني حقيبة السفر اسمها سوت كيس. تعالوا حبايبي يلا نشوف الريدنج. بيقول لي the Nile River spreads out into two e. طبعا بينقسم لايه؟ هتقول لي بينقسم لفرعين اتنين، فيبقى two branches. اللي بعدها بيقول لي are there buckets in the جلبيه، يعني هل في جيوب في الجلبيه؟
يا ترى هقول yes there is، هتقول لا يا مستر ازاي هتبقى is وهنا are، فهقول yes but they are hidden، نعم لكنها مخفية. تاني yes but they're hidden، لكنها مخفية. تعالوا يلا نشوف سؤال الجرامر. بيقول لي we wear cotton new black trousers. طبعا ده بيكلمني على ترتيب الصفات قبل الاسم. قلنا الحجم بيجي الاول، جميل خالص. طب وبعدين قلنا العمر، طب فين العمر؟ هتقول لي نيو، يبقى لازم اكتب نيو الاول. طب وبعدين اللون، فين اللون؟ هتقول لي بلاك يا مستر. طيب وبعد كده بيجيب لي المادة الخام، فبعد كده هقول cotton، فعشان كده هقول we wear new black cotton trousers. تعال number two، بقول I bought swimming shorts to wearing in the summer holiday. قلت لكم حبايبي to اللي معناها لكي، بيجي وراها فعل في المصدر، فلازم اقول to wear. تاني to wear. number three، بقولي he went to the bakery، يعني هو راح المخبز حبايبي. to buy is، هقول لك برضو to بيجي وراها مصدر، فلازم اقول to buy يعني لكي يشتري. تعال نشوف الرايتنج. بقولي look at the picture and write five sentences about the جلبية. بقولي اكتب يلا عن الجلبية. طبعا طالما بقولي اكتب عن الجلبية، فحول اول جملة عندي I love، يعني انا بحب. wearing يعني ارتداء the جلبية، يعني انا بحب ارتداء الجلبية. تاني حبيبي انا بحب ارتداء سوري الجلبية. طبعا هقول many men in Egypt، يعني كثير من الرجال في مصر، wear بيرتدوا the جلبية، يعني بيرتدوا الجلبية دي. طب تعال نوصفها يلا، فهقول it's a long white robe، يعني ده رداء ابيض طويل. عايز اقول ان هو شايع او محبوب في مصر، يبقى it is popular in Egypt، يعني هو شايع او محبوب في مصر. وبعدين المفروض ان انا اقول هو مصنوع من ايه، فهقول it's made of cotton، يعني هو مصنوع من القطن. طبعا ممكن ازود واقول it has، يعني هو فيه long sleeves، يعني كمام طويلة. it has pockets، يعني فيه جيوب طبعا. but لكن they are hidden، لكنها مخفية. طبعا ممكن اكمل حاجات كتير، يعني ممكن اقول people الناس طبعا wear جلبيز to celebrate، يعني عشان يحتفلوا special festivals، يعني عشان يحتفلوا بمهرجانات مميزة. طبعا ده باراجراف بسيط او جمل بسيطة ممكن اكتبها في اي باراجراف يجيلي ويقول يتكلم عن الجلبية. تعالوا حبايبي يلا نروح لصفحة 166 وهنلاقي فيها سؤال الترتيب. وشكل ما احنا عارفين بيجيب لي جملتين خبريتين، وبعدين بيجيب لي اتنين جمل امرية واستفهام بشكلين. استفهام يبدأ بأداة استفهام، واستفهام يبدأ بفعل مساعد. تعال نشوف اول جملة معانا. is beautiful Egypt a very country. طبعا خدناها كتير وقلنا ان مصر دي بلد جميلة جدا، فالفعل بتاعها هيبقى Egypt، الفعل بتاعها is، وبقية الجملة a very، قلنا الدرجة بتيجي قبل الصفة، وبعدين الصفة بتاعتي beautiful، وبعدين الاسم بتاعي country. جملة تانية بالستونز the wind sand blows and، طبعا عارفين ان الرياح بتعصب بالرمال والاحجار، فاذا هقول الفعل بتاعي the wind، تعصب فيه حبايبي اسمها blows. طيب بقية الجملة هتبقى sand and stones، ممكن اقول stones and sand عادي جدا حبايبي. تعالوا نشوف الجمل الامرية. we to pack come on need our bags، طبعا هقول يلا احنا عايزين نعبي الشنط، يبقى اذا هقول come on
ده فعل الأمر بتاعي. We إحنا need to يعني نحتاج أن هجيب وراء المصدر يبقى pack our bags يعني إحنا محتاجين نعبي الشنط. طب تعال نشوف الجملة التانية be person don't unkind a. طبعا حبيبي لما أبدأ بكلمة don't اللي معناها لا ده بيبقى نهي. فين الفعل اللي في المصدر؟ هتقول لي بي يا مستر، يبقى don't be. طيب لازم قبل الصفة أحط a وan، يبقى an don't be an الصفة بتاعتي unkind وبعدين person يعني لا تكن شخص غير طيب. تعال يا حبايبي يلا نشوف الأسئلة بتاعتنا. وأول سؤال السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام، عندنا do ولوك وهاو وآي. طبعا هنا ده السؤال بتاع الوحدة، دي هاو أداة استفهام. فعل المساعد بتاع حبايبي هو do والفعل بتاعه هو I والفعل الأساسي هو كلمة look، عشان كده هقول how do I look يعني كيف أبدو. طيب تعال نشوف السؤال التاني Mexican cold what hat the is. طب عايز أقول ماذا تدعى القبعة المكسيكية، يبقى إذا هبدأ بكلمة what أداة الاستفهام. فعل المساعد بتاعي هتقول لي is يا مستر. طيب وبعدين أجيب الفعل بتاعي اللي هو the Mexican hat، يبقى إذن هقول what is the Mexican hat. طيب بقيت السؤال بتاع حبايبي cold، طبعا ده الفعل بتاعي هنا مش هيبقى فيه بقيت سؤال وحط الquestion mark يعني علامة الاستفهام. عندنا I و cold و a و will و need. طبعا هنا ببدأ بالفعل المساعد اللي هو will، الفعل بتاعي I، الفعل الأساسي أكيد هيبقى need، يبقى will I need. وبعدين بقيت السؤال a coat يعني هل أنا سوف أحتاج بلطو. طب اللي بعدها عندنا answer take does جلبية his، طبعا الفعل المساعد بتاع حبيبي does وبعدين الفعل بتاعي answer يبقى does answer. فين الفعل الأساسي؟ هتقولي take، يبقى does answer take. طبعا بقيت الجملة his لأن صفة الملكية اللي بتيجي قبل الاسم وبعدين جلبية يعني هل آسر هياخد الجلبية بتاعته؟ تعال حبايبي يلا نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هي في صفحة 169. طبعا بيقول لي listen and write true or false. واللي مروة is wearing like a princess. She is wearing a spotted dress. She is wearing red shoes and white gloves on her hand. She is wearing a crown on her head. تعال نشوف بقى بيقول لي Marwa is wearing as a princess هتقول لي طبعا true. طيب Marwa is wearing black gloves هتقول لي false عندنا white gloves. Marwa has a crown on her head طبعا اكيد true. طيب Marwa's dress is spotted يعني منقط هتقول لي ايوه true هو منقط فعلا. تعال نشوف يلا السؤال التاني عندنا الجلابية، طبعا عارفين اللي هي الجلابية. عندنا robe يعني رداء، عندنا pockets يعني جيوب، طبعا عندنا traditional يعني تقليدي، عندنا كلمة stripes يعني خطوط. جون بيكلم آسر فبقول هاي آسر can you tell me about some Egyptian clothes قال له sure many men wear they، يبقى اكيد هنا كان بيكلمه عن الملابس التقليدية المصرية فهقول له about some traditional. تاني كلمة traditional حبيبي يعني تقليدي فهقول له some traditional Egyptian clothes قال له sure many men wear the A، اكيد كتير من الرجاله في مصر بيلبسوا ايه؟ هتقول لي هذا الجلابيه الجلابيه. What's the جلابيه؟ ايه هي الجلابيه؟ It's a long white A with long sleeves يعني هو رداء ابيض طويل بكمام طويله، يبقى اكيد هكتب robe. Are there any in it يعني هل في اي جيوب؟ قال له yes but they're hidden لكنها مخفيه، يبقى اكيد هقول are there any pockets. pockets حبايبي يعني جيوب، تاني pockets بمعنى جيوب. تعال نشوف يلا السؤال الثالث عندنا skirts عندنا sombrero عندنا styles وعندنا stripes وعندنا hats. طبعا skirts يعني جيبات، عندنا sombrero دول القبعة المكسيكية، عندنا styles يعني أنماط، وعندنا stripes يعني خطوط، وعندنا طبعا كلمة hats يعني قبعات.
تعالى يلا بقول people in Mexico wear a to protect their faces عشان يحموا وجوههم بيلبسوا ايه؟ هتقول لي hats يعني بيلبسوا قبعات. This is called a قلنا القبعة المكسيكية اسمها ايه؟ هتقول لي sombrero. برافو عليكو ده اسم القبعة المكسيكية. It's a traditional Mexican hat. There are lots of different a of sombrero. طبعا في انماط مختلفة واشكال مختلفة يبقى اكيد هقول styles of sombrero. Some have a and some are colorful. طبعا بعضها في خطوط مقلمة والبعض الاخر اكيد ملون او زاهي الالوان يبقى اكيد هقول stripes. Stripes يعني خطوط. تعالوا يلا في صفحة 170 نشوف سؤال التوصيل. بقول we need to pack our احنا عايزين نعبي ايه بقى في الشنطة؟ يا ترى by water ولا at school ولا suitcases ولا soil between the two branches of the Nile ولا made by the wind ولا a lotus flower. اكيد عايزين نعبي الشنط بتاعتنا يبقى suitcases. طيب the wind erosion قلنا wind erosion حبايبي اللي هو تآكل التربة is اكيد هتقول لي بيتم بواسطة الرياح فهتقول لي is made by the wind. تاني is made by the wind يعني بيصنع بواسطة الرياح. نمبر 3 بيقول I wear a blue shirt يعني انا برتدي قميص ازرق فين؟ هتقول لي at school يعني في المدرسة. The Nile Valley is like قلنا حبايبي ان وادي النيل ده عامل شكل زهرة اللوتس. قلنا حبايبي like هنا معناها مثل وقلنا ان نهر النيل عامل شكل زهرة اللوتس طبعا الفلاور بتاعتها هي الدلتا فبالتالي هقول The Nile Valley is like a lotus flower يبقى هكتب على F4. The Nile Delta is the fertile بقول لي ان دلتا النيل هي ايه الخصبة هتقول لي The fertile soil يعني هي التربة الخصبة between the two branches of the Nile يعني بين الفرعين بتوع النيل. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال القطعة. بقول Egypt is a very beautiful country. The Nile runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea in the north. Cairo is the capital of Egypt. It's a modern city in Lower Egypt. Libya lies to the west of Egypt and Sudan lies to the south. The Red Sea lies on Egypt's east coast. The Fayum Depression is a very special place as it's an oasis with the biggest waterfalls in Egypt. It has the huge Wadi Rayan Park, which is home to many birds and animals. There are also fossils of whales. Fayum has lakes and amazing sites all in one place. طبعا قرينا القطعة دي قبل كده لو رجعنا للدرس قريناها وترجمناها. تعال نشوف يلا الأسئلة بتاعتنا. بقول The Mediterranean Sea is in the north of Egypt. يا ترى البحر المتوسط في شمال مصر؟ هتقولي true. أيوة صح. والبحر الأحمر في الشرق. Cairo is a modern city in Upper Egypt. قلنا Upper Egypt عكس Lower Egypt. ده الوجه القبلي يعني صعيد مصر. هتقولي false طبعا. The Lower Egypt. طيب قولي The Red Sea lies on the Egypt's east coast. يعني في الساحل الشرق لمصر. هتقولي true. صح. البحر الأحمر. طيب تعال نشوف حبايبي يلا السؤال الرابع. بقول where is وادي الريان بارك؟ يا ترى حديقة وادي الريان فين؟ اكيد هتقول لي في منخفض الفيوم يبقى هتقول لي in the فيوم depression يعني في منخفض الفيوم. طيب تعال نشوف كده السؤال الخامس. بقول له why is the Fayum depression a very special place يعني ليه منخفض الفيوم ده مكان مميز؟ طبعا شكل مداني في القطعة وقال لي as it's an oasis with the biggest waterfalls in Egypt لانها واحة وفيها اكبر شلالات في مصر يبقى هكتب كده because او ممكن اكتب as شكل ما هو مديني في القطعة it's an oasis with the biggest waterfalls يعني أكبر شلالات in Egypt في إيه حبايبي؟ في مصر. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب معانا في صفحة 171 عندنا إن he lives town A طبعا عايز أقوله بيعيش في مدينة يبقى أكيد هقول he lives in a town
يعني هو بيعيش في مدينة. طب عندنا sunglasses النظارة الشمسية وto protect my eyes I need. طبعا أكيد هقول أنا محتاج نظارة شمسية عشان أحمي عيني، يبقى هقول I need sunglasses، يعني أنا محتاج نظارة شمسية. to قلت to حبيبي بيجي وراء الغرض مصدر، يبقى to protect my eyes يعني عشان أحمي عيني. طب تعالى نمبر 3 بقول لي is Egypt beautiful country، يبقى أكيد خدناها قبل كده كتير، فحقول Egypt مصر is، لازم أجيب ال أول وبعدين الصفة بتاعتي beautiful country يعني مصر دولة جميلة. طيب عندنا كلمة means way moves the flow the water، طبعا هنا حبايبي عايز اقول التدفق ده هو الطريقة اللي بتتحرك بها المية، فاذا هقول the flow means the way يعني معناها الطريق water moves يعني الطريقة اللي بتتحرك بها المية. تاني the flow means the way water moves يعني الطريقة اللي بتتحرك بيها المية. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال السابع واللي بيقول لي صحح فيه الأخطاء اللي بين الأقواس. We went to the park، أكيد عجايب الغرض فحقول to play. To play يعني لكي ألعب، يبقى to play with our friends. Hill bought a cotton white new skirt، يبقى لازم افتكر ترتيب الصفات تاني، يا ترى في هنا حجم؟ هتقول لي لا يا مستر. طب في هنا عمر؟ هتقول لي أيوة. نيو. طب في لون؟ هتقول لي أيوة وايت. طب في مادة؟ هتقول لي أيوة كوتن. يبقى الترتيب بتاعي هيبقى a new white cotton skirt، تاني a new white cotton skirت. نمبر 3 بقول لي they went to the library to read the books، قلت حبايبي to اللي معناه لكي بيجي وراها مصدر فلازم أقول to read، تاني to read. تعالوا نشوف حبايبي اخر سؤال معانا وهو سؤال الباراجراف، وطبعا ده سؤال سهل خالص لانه برضو بيقول يتكلم عن السكول يونيفورم، عن الزي المدرسي بتاعك. طبعا طالما هتكلم عن السكول يونيفورم ابدا لي بجمله جميله خالص وتقول I like my school، يعني انا بحب المدرسه بتاعتي، وبعد كده هقول ان الزي المدرسي بتاعي او بتاعنا شيك وانيق، يبقى اذا هقول Our school uniform is very smart يعني شيك جدا. طبعا هنا ممكن اقول الصبيان بيلبسوا ايه والبنات بيلبسوا ايه، يبقى هقول boys الاولاد يعني wear بيرتدوا، طبعا قدامنا هنا ايه green shorts، يبقى اذا هقول dark green shorts واحط الفلستوب. طب البنات؟ لا البنات بيلبسوا جيبة وبرتو dark green، يبقى هقول girls، خلي بالك بعد النقطة ببدأ بكابيتال لتر، girls wear يعني بيرتدوا dark green skirts يعني بيلبسوا جيبات والجيبات دي بيكون خضراء غامق. طب احنا الاتنين بقى او الاولاد والبنات بيلبسوا ايه؟ بيلبسوا قميص ابيض، يبقى اذا هقول boys and girls wear white shirts يعني بيلبسوا قمصان بيضة. طب احنا بنضطر ان احنا نلبس كرافتة، يبقى اذا هقول we have to wear ties يعني بنضطر نلبس كرافتات. ممكن اقول الكرافتات دي لونها ايه، يعني اقول they are red لونها احمر. طب ممكن اقول في الشتاء بنلبس sweaters
يبقى أكيد هقول in winter يعني في الشتاء. We wear يعني بنرتدي blue sweaters يعني بنرتدي sweater لونه أزرق. ممكن أختم في الآخر وأقول I like my school uniform يعني أنا بحب الزي المدرسي بتاعي. وبكده يبقى أنا كتبت باراجراف سهل وبسيط جدا اتعلمته من خلال الكلام اللي هو قاله لي في الدرس بتاعنا اللي هو الدرس الخامس والسادس. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا حبيبي لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وبكده يبقى احنا انتهينا من دراسة نص المنهج يعني من دراسة اول 3 وحدات. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله مع بداية الوحدة الرابعة. Goodbye. السلام عليكم.